زيارة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد العام للجيش الأولى منذ اندلاع الحرب في 15 من إبريل الماضي، أي منذ 5 أشهر، وهذه الحرب المدمرة الدامية التي كانت لها نتائج كارثية جدا في السودان. هذه أول زيارة له، وكانت الوجهة الأولى هي مصر، وهذا أعتقد أنه يعني يحمل دلائل لتقدير الدور المصري على جميع الأصعدة من أجل الحفاظ على السودان واستقبال العديد من أبناء الشعب السوداني الذين قدموا إلى مصر. ومن ناحية أخرى هو تعويل على الدور المصري وأهميته في المرحلة المقبلة الحالية والمقبلة من أجل إنقاذ الأوضاع في السودان التي هي الآن على حافة الهوية، والأوضاع خطيرة جدا. ومصر تدرك ذلك وستعمل بكل ثقلها في المرحلة الحالية من أجل إنقاذ هذا الوضع الكارثي. بوجهة نظرك يا أستاذة أسماء، إيه أهم الرسائل اللي بعث بيها الفريق عبد الفتاح البرهان في زيارته النهاردة لمصر؟ أعتقد أنها رسائل إيجابية للداخل السوداني وأيضا للمجتمع الدولي والإقليمي. هي تؤكد أنه الجيش يريد أن ينقل السلطة إلى المدنيين ولا يتمسك بها، أنه يريد أن يوقف هذه الحرب المدمرة وما نتج عنها من أوضاع كارثية، أنه يقدر الدور المصري وأنه سيعمل معه في المرحلة المقبلة، وأن الجيش ليس يعني لا يعمل لحساب أي طرف في داخله وإنما لحساب الشعب السوداني. والجميع يأمل الآن أن تكون هذه التصريحات توضع موضع التنفيذ، لأنه البلد في خطر وتحتاج إلى تضافر كل الجهود وكل الأطراف من أجل وقف الحرب ووقف نزيف الدم. وهذا هو المنهج المصري الذي أعلن عنه الرئيس السيسي منذ اللحظات الأولى من اندلاع هذه الحرب. دعا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، لفتح ممرات آمنة لإنقاذ المدنيين وملايين من البشر في السودان، وأيضا الجلوس إلى مائدة حوار وتفاوض لحل المشاكل عبر السلام وليس السلاح. في نقطة التفاوض تحديدا، في تصريحات متداولة للفريق عبد الفتاح البرهان بأن بيقول حاليا ما فيش مساحة للتفاوض وإن احنا بنخوض حرب ضد قوات الدعم. هل إذن إمكانية التفاوض حاليا أصبحت يعني لا يوجد لها مساحة في المشهد السوداني؟ الحروب تنتهي كلها على مائدة التفاوض، والجيش نفسه السوداني هو جزء من المفاوضات التي تجري في مدينة جدة الآن. يعني هي صح متوقفة برعاية سعودية أمريكية، لكنه هو جزء منها ولم ينسحب منها. وكل المبادرات بما فيها مبادرة دول الجوار السودان التي أطلقتها مصر هي تنص على الدعوة لحوار بين الأطراف السودانية، والأطراف السودانية ليست فقط الجيش والدعم السريع، هناك الأطراف التي أخرى المدنية والتي تمثل الشعب السوداني، وبالتالي هناك حاجة إلى حوار كبير في السودان الآن من أجل إنقاذه، وإلا فإن البلد معرضة لتهديدات وجودية. يعني الآن الوضع في السودان قد يؤدي إلى يعني تمدد الحرب أكثر فأكثر، إلى حرب أهلية، إلى تشظي، إلى انقسامات، كل هذه المخاطر وإلا تدخلات أيضا من المجتمع الدولي والإقليمي. وبالتالي الحاجة ملحة إلى أن يكون هناك سلام وأن يكون هناك وقف فوري لهذه الحرب، وهذا ما أعتقد أن مصر ستعمل عليه الآن وتلقي بكل ثقلها خلف وقف هذه الحرب المدمرة التي لا تنعكس أثرها على السودان وحده، وإنما تتمدد لكل دول الجوار وإلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وطبعا مصر أيضا هي أكثر من يتعرض لآثار هذه الحرب المدمرة، وكلنا نرى كيف أن مصر تستشعر خطورة هذه الأوضاع. ختاما يا أستاذة أسماء، خليني أسألك على تصريح لازم نقف مع الحقيقة، وهو أن الجيش حاليا بيسعى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان. إمكانية أن يعني يتم إجراء انتخابات في ظل التوتر الشديد اللي بيحصل حاليا في السودان، هل من الممكن أن احنا نشوف السودان بيصل إلى هذه المرحلة في وقت قريب أم هذا الأمر مستبعد؟ يعني
الأولوية الآن هي لوقف هذه الحرب، لأن هناك مخاطر كبيرة جدا إذا استمرت هذه الحرب على وجود السودان نفسه. لكن طبعا يعني الفريق البرهان أراد أن يقول أنهم لا يدخلون في هذه الحرب بحثا عن السلطة، لكن المطلوب من الجميع وقف الحرب. واللي كان السودانيين الأطراف السودانية المختلفة قبل الحرب كانت متفقة على أن يتم تسليم السلطة للمدنيين، وأن تحكم خلال فترة انتقالية يتم بعدها إجراء انتخابات، وكان هناك اتفاق على أن يقوم الجيش بتوحيد الجيش الوطني الواحد، وأن يقوم بمهمته في حراسة البلد. وكل هذه الأمور وهذه القضايا رغم الحرب ما زالت مطروحة، وما زال الشعب السوداني يطالب بها، وما زال أيضا معترف فيها من قبل المجتمع الدولي، لكن الأولوية الآن هي لوقف الحرب.